يطابق المعادلة الرياضية ويطابق الفيجر. اوكي شباب؟ زين، إذا نفتهم من هاي الصورة البسيطة اللطيفة إنه لكل عملية، لكل رياكشن هو لها سرعة، وهذه السرعة مهمة، ومو فقط العملية مهمة لكن سرعتها أهم. أوكي؟ زين، هذا حكينا بصراحة على مقدمة إنه الستيبلتي العقلية، الستيبلتي مهمة وعدة عوامل تأثر عليها، أهم عامل أنتم كلكم تعرفوه هو درجة الحرارة. يلحق اللايت والهيوميديتي والجسم. احنا كصيادله بما اننا عندنا نحضر محلول وانتم اخذتوا زين شباب؟ عوامل اخرى اللي هي تشمل المكونات المستحضر، يعني انا مثلا البي اتش، شوف هذا مثال على البي اتش شباب. البي اتش تعرفون انت اخذت البفرنج ايجنت، يعني هذا محلول ولا حضره ولا من خلال المختبر والتجارب اثبتوا ثايامين هيدروكلورايد هو ستيبل فقط بالبي اتش من 2 ل 3، فوق السته يقوم يتكستم. فانا كصيدلي شو اسوي؟ هاي المعلومه مهمه، من احضر سوليوشن شراب للطفل الكبير بالعمر شو اسوي؟ ما صعد البي اتش، اخلي له شنو؟ بفرنج ايجنت. ليش؟ حتى حافظ على الستيبل مالته. زين؟ اذا مو العوامل المؤثره انا اتعلم عليها حتى اتفاداها او استغلها لتطبيق عملي. اوكي شباب؟ اذا application of chemical kinetic in pharmacy result into the production of more stable drug production. كل ما عندك معلومات عن الكاينتيك وعن الستيبل كل ما راح تسوي مستحضر جيد يحافظ على نفسه فترة الاستخدام، على الأقل فترة الاستخدام. كيف التاريخ وتوقيع؟ زين شباب؟ نيجي على بعض المصطلحات اللي قلت لكم. احنا نفتح الرموز قبل ما ندخل إلى الموضوع نفسه. أول مصطلح هو الموليكولاريتي. شوفوا شباب، حكيت لكم على الباثوي والطرق اللي ممكن يمشي بيها الديجريديشن. فجوي بالماضي قال اريد نصنف التفاعلات الكيميائيه، نعطيها تصنيف، محاوله للتصنيف. كانت اول محاوله هي طريق اسلوب الموليكولاريتي. شنو الموليكولاريتي؟ هو تصنيف التفاعلات حسب عدد الموليكيول اور ايونز ذات انتر ذا ريأكشن، يعني عباره عن المعادله المكتوبه. اذا كانت جزء مولكيول وحده يسميها يوني مولكيول، اذا كانت اثنين يسميها باي مولكيول، اذا كانت ثلاثه يسميها. اذا مولكيولاريتي هي اسلوب تصنيف للبروسيسز والتفاعلات. اوكي شباب؟ Is the number of molecule or atom or ion reacting in elementary process. Molecularity classify reaction into unimolecular, bimolecular and thermolecular. المؤاخذة اللي على الموضوع شباب، المؤاخذة اللي على الموضوع هو يعتبر المولكيولاريتي نظام قديم سطحي النظر، سطحي ما ياخذ الحقيقة الواقعية اللي تحت. ليش؟ ينظر فقط على اللي قدامه. زين؟ وهذا هو اعتبر الخلل. زين؟ هذا النظام اتطور وراح على الكاينتيك ستدي. الكاينتيك ستدي لا، يبحوش بالتفاصيل، يدور على العوامل المؤثرة الحقيقية وليس المنظورة أمامك. يعني يدور على فاكتورات معينة تأثر. فاكتورات حقيقية تأثر بالضبط، أريد هذا يؤثر لو ما يأثر، مو موجود فقط. زين؟ هذا الفرق. المولكيولاريتي نظام يمشي تصنيف على الموجود القبالة. كم عامل عندك؟ 20 عامل، هاي 20 تصنيفك. كم واحد ياخذ يقول 30؟ لا أنا 30. زين؟ هذه اللي المولكيولاريتي ما كان يعطينا الحقيقة. احنا بصراحه شو نريد كصيادله؟ وهذه من ارض الواقع، يعني انا خليت 10 مكونات بالشراب،
بعد شهر اشوف صار عندي ديجريديشن. أريد أعرف من المسبب الرئيسي؟ شو العلاقة بالعشرة كلهم؟ يجوز واحد من عندهم كان هو المسبب، فأدور عليه هو المؤثر. البقية مثلاً ما لهم علاقة، ليش أغيرهم أو أقللهم؟ عرفت شلون شباب؟ فهذه مولكولاريتي versus كاينتيك ستيت. المولكولاريتي نظرة سطحية للتفاعلات التصنيف ضعيف، لذلك هذه بالتصنيف السابق. يعني شوفوا هاي أمثلة شباب، هذه O3 يتحول إلى O2 زائد O، يعتبر ثري مولكيولر لأن مولكيول واحد أو أتوم واحد. O3 زائد O باي مولكيولر، O زائد O زائد M يعتبر تير مولكيولر. إكزامبل آخر شباب، يعني اريدكم تفهمون الفكره، احنا ما يهمنا تصنيف المولكيولات بقدر نريد دائما دراستنا، وانا احب المقارنه، هذا احسن من هذا. حتى من نشوف اسم لازم يكون ليش سموه هالاسم، اكو شيء بديله او مناظره. زين، فاحنا عندنا مولكيولاريتي فيرسس كاينتيك ستدي اللي راح ندرس فيه، نبحوش بالتفاصيل. زين، فتشوفون مثال BR2 unimolecular H2 زائد I2، يعني باع التفاعل المكتوب المتوازن اللي نسميه elemental process. زين، 2NO، شوفوا شباب هذا التفاعل الأخير على المولكولاريتي يعتبر تير مولكولار. عندي 2 مولكول منه، لكن الجو يدسوا هذا التفاعل، ما ادري اخذته بالكيمياء SN1 SN2، اخذته تمام. شوفوا من بحوشوا بالتفاصيل راحوا دايل اكتشفوا انه هذا التفاعل عباره عن توستيت. لما التوستيت طلع بالكاينتيك ستدي، ما ادري مر عليكم ولا لا، دائما من عندنا عملية هي أكثر من خطوة، دائماً الخطوة البطيئة تصير هي المحددة للسرعة، وإحنا إيش دام ندور؟ السرعة. زين، هنا كذلك شافوا إنه هذا واحد ستيب هي المؤثرة المحددة للسرعة، إذا مو كل الثلاثة يدخلون مؤثرين على سرعة التفاعل. هذا الكاينتيك ستيب اللي هو إحنا شنو؟ نبحوش بالتفاصيل بالدقائق الامور. اوكي شباب، مصطلح الريت شويه استعجلنا وشرحناه، نعرفه هو الريت او فيلوسيتي او سبيد. هو انت قول شباب هو تشينج في الكونسنتريشن وذ تايم از جيفن باي اكسبريشن. شوفوا هسه اول خطوه لبدايه تعبير استعمال التعابير الرياضيه. هنا محاضراتنا راح تصير كلها تعابير رياضيه، تعبير عن الحجم. زين شباب، اذا شنو وريت؟ هو تشينج بالكونسنتريشن، لان احنا نحكي على ديجريديشن بروسيس، نتبع المصطلح تشينج بالكونسنتريشن ونلقي وذ تايم. اهم شيء التايم صار تغير مع التايم خلال ساعه، ساعتين، سنه، سنتين. زين، شلون نعبر رياضيا؟ دي سي يعني هو تشينج بالكونسنتريشن على دي تي خلال فتره معينه تايم ستيبس. والدي سي انتبهوا يا شباب، شوفوا بالمصطلحات العلميه يكون كلش دقيقين. قال تشينج قصده قد يكون انكريز او ديكريز. ليش انكريز او ديكريز؟ من يقدر يفسر لي؟ زيادة أو نقصان؟ هو مسار صحيح. قبل الغلط متغيرات موجودة. هو راح يتحلل أكيد. دكتور لأن ما في شيء ثابت، تكون متغيرات قد تزيد أو تقل. لا حتى العوامل الخارجية. لا خلي أول شيء. عندنا دروس. عفية عازد إيدك ولا هو شوية. يعني صعب تصورون الفكرة، يعني تستنبطوها بهالوقت. يعني قصدي الفكرة شنو شباب؟ أنا هسه عندي degradation process،
جبت اسبرين 100 ملغ اول مال الاطفال وخليتها بقلاص مي. اني هزه تركز على عمليه الديجريديشن. فالمفروض ديكريز صح؟ على الاغلب ديكريز 100 تتحطم تصير 90 تتحطم تصير 80 الى ان توصل للصفر. هذا ديكريز. لكن في بعض الاحيان شباب انا ما عندي وسيله لتحديد تركيز الرياكتنت. عندي وسيله لتحديد البرودكت. فاذا تابعت البرودكت ايش راح يصير؟ انا اعرف تشنج زياده. ليه؟ مثلا الاسبرين استيل ساسيليك اسيد من يتحطم ينطيني شنو؟ اسيتيك اسيد وساسيليك اسيد. فاني عندي طريقه لتحديد تركيز الاسيتيك اسيد. اخلي حبايه الاسبرين ما راح اقيس كميه الاسبرين، اقيس الاسيتيك اسيد. فايش راح يبدي لي؟ من مين يبدي؟ اول ما خليت الحبايه عندي اسيتيك اسيد من الصفر راح كل ساعه كل ما يتحطم ايش راح يصير الاسيتيك يزيد. لذلك يا شباب قالوا اما ديكريز او جمعها بكلمه تشينج. بس احنا موستلي راح نتابع شنو الديجريديشن بروسيس اللي هو شنو الديكريز. متفق؟ واضحه الفكره؟ اوفر ان انفينيت تايم انترفل اللي هو دي اوفر انفينيت. هذا مصطلح حبيت الو اعمل عزيز الريت يساوي ستابولي ماينس. ليش ماينس؟ لانه ديكريز ماينس خلينا لانه ده يصير ديكلاين. دي اللي هو يعتبر تشينج القوس المربع يمثل كونسنتريشن اوف ريأكتنت على دي تي. طبعا تعرفون اذا شلنا نخلي البروبورشناليتي كي ويساوي كي في بين قوسين ريأكتنت للاس اي عدد المولكيول. زين K شباب انتبهوا لي شباب لكل بروسيس اكو ريت واكو ثابت سرعه لكل بروسيس. فالK هو الريت كونستنت الاكسبوننت A equal number of molecules also represent roughly the order of reaction. هذه كلمة الـ order of reaction هو اللي قصدنا به الميكانيزم أو الباثوي أو الطريق. زين اللي راح نيجي عليه شوي بالتفصيل. زين اذا كان عندي اكثر من رياكتن راح يكون حاصل جمع عدد المولكيولز يمثل الاوردر اوف رياكشن. هذا طبعا رسمي مو بشكل دقيق. بشكل دقيق راح يجيكم شوي شوي. اوكي شباب مصطلح اكثر دقه هو سبيسيفيك ريت كونستانت. ريت كونستانت اذا هو ثابت السرعه. زين هذه سبيسيفيك ريت the low rate low associated with single step. بعض الأحيان البروسيس يتحمل أنه يكون أكثر من خطوة. لكل خطوة لها ريت كونستانت. هذا نسميه specific rate. مو كل الخطوات هي ممكن طبعا التوتال يكون لها ريت كونستانت لكنه لازم عندنا لكل خطوة specific rate كونستانت. نيجي على مصطلح مهم هو شباب الهالف لايف عمر النصف. انت من المصطلح تفهم شيء من الهالف لايف عمر النصف. شنو عمر النصف شباب؟ تعلموا شباب من من نسال ما هو اول شيء عرف بعدين فسر. لا تروح للتفاصيل وهذه تواجهنا الصراحه يعني ويا حتى طلاب الماجستير والدكتوره والمناقشات من السئله يروح على الوصف. انت هو يقول هو شنو هالف لايف شنو هو تايم شنو هو تايم ايش بي هذا التايم تايم ريكوايرد فور وان هاف اوف ماتيريال تو ديسابير. هو الوقت اللي يحتاجه لفقدان نصف الكميه. يعني اسبرين 100 ملغرام ايش قد يراد وقت حتى تصير 50 ملغرام تكسر 50 بقى 50. هذا نسميه الهالف لايف.
واضح شباب؟ إذا هاف لايف هو عمر النصف أو التايم اللي يحتاج الدراج أو الكونسنتريشن يقل إلى النصف. رياضيا شلون أعبر عليه شباب؟ هسه كله لازم نستعمل ماثماتيكال ريبريزنتيشن. هو التايم اللي يحتاج سي الكونسنتريشن يتحول إلى نصف سي. أو إذا تريد بشكل آخر 0.5 سي. مو تمام؟ مو 0.5 نصف نفسه. إذا هذا التعبير الرياضي هو الهاف لايف والتايم اللي يتحول به سي إلى نصف سي. الشيلف لايف شنو هو الشيلف لايف؟ هو التايم بس فرق عنده شنو هو؟ هذاك نصاً هذا 10% يفقد 10% ويبقى 90%. بعض هذا مرتبط بمصطلح الاكسباير التعريف الاكسباير المتداول لحد الان اللي كمان اذا فقد الادراك 10% يعتبر اكسباير. وهذا اللي منتشر واحنا راح نمشي عليه وراح نعتبره قاعده اوليه. الادراك اذا فقد 10% نعتبره انتهى اكسباير بعد ما نستخدمه بالصيدليات. اوكي شباب؟ فإذا shelf life هو شنو تعريفه؟ هو time required for 10% of material to disappear. قد يبقى 90%. إذا time اللي بي C يتحول إلى شنو هو؟ 0.9 C فقط 0.1 اللي هو يمثل كي 10%. زين مرات طبعا اللي يكتبون T 90 مرات يكتبون T 10. المبدا واحد يفقد 10 يبقى 90. اوكي شباب؟ وهذا دائما نعطيه رمز تي او النصف حتى يبين انه تي هاف. دي يتابع دراج سلفا دراج. فالسلفا دراج من طبيعته يحتوي على السلفر. والسلفر شلون لونه؟ لون السلفر شلون الكبريت؟ ما شايفين؟ اصفر. الكبريت يكون اصفر وتشوفون اي دراج بيه سلفا يكون اصفر. زين؟ اللي هو سلفا ميثاكسسون الموجود بالميثبرين فلونه يكون اصفر. فالعالم هذا شو يسوي شباب؟ طبعا احنا بنقول نتابع تركيز الدراج. هذا الطريق باي وسيله ممكنه لمتابعه التركيز نستخدمه. هنا شو استخدم؟ قال شده اللون الاصفر قام يتابعه. يعني كل ما تقل شده اللون معناها الدراج دا يصير بديجريديشن. فانتبه انه هذا التحطم مال الدراج ونزول شده اللون ماشي على سرعه ثابته. ماشي على سرعه ثابته. شوفوا شباب فالزيرو اوردر نوع من يعني واحد من الميكانيزم اوفر باث واي اللي يتحطم به الدراج. اعطيكم مثال. عندنا تانك كبير مال مي ب 10,000 لتر وبي حنفيه. فتحت الحنفيه على فتحه معينه قام ينزل من الحنفية 1 ملي بير مينت. لو اعتبرنا انه النزول المي هو البروسيس هو الرياكشن فطبيعة هذا الزيرو اوردر كاينيتيك انه الريت ثابت بغض النظر عن التايم عن المتبقي. يعني انا بديت 10,000 لتر هو ده ينطيني 1 ملي بير مينت صار 9,000 لتر المي ماشي شقيت 1 ملي بير مينت صار 8,000 1 ملي بير مينت ما يتأثر بالوقت ولا يتأثر بالمتبقي. يعني من نقصه من 10,000 إلى 8,000 إلى 7,000 ما تأثر. مثال آخر شباب على الزيرو أوردر كاينيتيك هو الفيوجن. شايفين بالمستشفى من المريض يطب يخلوا له مغذي او يخلوا له فلاجيل قناني
زين. فالمغذي من يخلي له تيوب الزمي انفيوجن شو يسوي؟ يقول له اللي يقول له الطبيب المضمر ثبت اكو بعتله ثبت نزول قطرات بالدقيقه الواحده. يبقى يقول له مثلا ثبت لي 10 دروب بير مينيت. فعمليه دخول الادراج الى الجسم هي فولو زيرو اوردر. ليش؟ لان يفوت بسرعه ثابته البروسيس 10 دروب بير مينيت على مدى 8 ساعات 24 ساعة إلى أن يخلص المغذي. بس هو بالساعة الأولى 10 دروب بير مينيت، بالساعة الثانية 10 دروب بير مينيت، بالساعة الثالثة. إذا مواصفات هذا الأوردر أوف ريأكشن هو زيرو أوردر كاينتيك. وهسه أقول لكم منين جت هاي العملية المصطلح الزيرو أوردر. زين شباب؟ إذا هذه من مواصفاته. لكن التركيز ده يقل أو ما ده يقل؟ ده يقل. المي 10,000 صار 9,000 صار 8,000. إذا نستعمل بار شباب، نستعمل المعادلات والفيجرز في دراستنا الكاينتيك. زين؟ أول شيء كمعادلة الريت ناقص دي سي على دي تي، قلنا السرعة شبيه ثابتة، إذا يساوي كي. نعطيه زيرو على مود يبين زيرو أوردر. اوكي. اذا باوع المعادله شباب اريدكم هيك باوعوا. شلون باوعنا على بحث السعرات الحراريه على الوزن؟ باوع المعادله اقول شنو العوامل اللي تاثر على سرعه التفاعل؟ ما عندي ثابته. هل احد من الرياكتنت ياثر على التفاعل؟ لا. من هاي جت الزيرو؟ من هاي جت مصطلح الزيرو شباب؟ لا يوجد عامل من الرياكتنت ولا واحد فيهم ياثر على سرعه التفاعل. اوكي. هاي وحده. هسه عبرنا عن الريت. زين كفيجر اذا رسمنا الريت مع التايم يجي نقرا الفيجرات شباب. الفيجر اباوع الاكس اكسس هو التايم وهنا الريت. السرعه ثابته 10 دروب بير مينيت. تمام. اذا هذه انتبهوا لي شباب. إذا هسه نشوف مميزات هذا الطريق مع زيرو أوردر. شو مواصفاته؟ ريت ثابت. زين إذا سوينا اشتقينا هاي المعادلة نريد نطلع معادلة بجلالة التركيز. هسه احنا حكينا عن الريت سرعة التفاعل. زين والكونسنتريشن مالتي شافوا إذا سوينا اشتقاق انتجريشن راح نحصل على معادلة الزيرو أوردر بدلالة التركيز. سي تي اللي هو concentration at any time يساوي سي زيرو اللي هو initial concentration الاسبرين بديت فيه من 100 ملغرام. السي تي مثل اي وقت بعد بداية التفاعل ناقصا كي الكونستنت في التايم. هذا اشتقينا من المعادلة الاولى ناقص دي سي على دي تي يساوي كي. اوكي شباب. شافوا هذه العلاقة شباب إذا رسمناها تركيز مع التايم فيقل. إنه علاقة خطية. علاقة خطية ستريت لاين إكويشن. شوفوا شباب بدأ 100 ملغرام ورا ساعة 90 ورا ساعة 80 ورا ساعة 70 ورا ساعة 60. تمام. إحنا كباحثين نكيف على العلاقة الخطية. لو ايش كيف على العلاقه الخطيه شباب؟ ها؟ بس ما بيها ساين العوامل؟ ما بيها شنو؟ ساين بعد صارك عوامل. احنا نعرف العوامل؟ العوامل؟ هو اكيد بعد خلي انت من ينسال سؤال قارن بالمختلف. يعني عندك ستريت عندك كيرف يعني واحد محدد. اذا كان محدد شنو فرق عن السدرين؟ ها؟ شوفوا شباب. ها؟ ما جاينا الدرجة الأولى، احنا بعدنا بالزيرو. الدرجة الأولى إن شاء الله المحاضرة القادمة. انتبهوا لي شباب. مواصفات الستريت لاين كان بي اكسترابوليتد. شنو اكسترابوليتد؟ تمده. يعني انا اذا فرضنا سويت التجربه بالساعه الاولى، تجربه بالساعه الثانيه، بالثالثه، بالرابعه، بالخامسه،
إذا تعرف الساعة السابعة بالثامنة إيش قلت أسوي؟ أجيب مسطرة ومتر بعد ما أرجع للمختبر. مواصفات الستريت لاين اللي إحنا نحبها مرات إذا ما عندنا علاقة خطية نحورها إلى نسوي موديفيكيشن حتى نحصل على علاقة خطية كان بي إكسترافوليتد. زين؟ وتشوفون الدليل انه هذه معادله الزيرو اوردر هي طابق معادله الخط المستقيم. تتذكرون معادله الخط المستقيم؟ منو يتذكر شباب؟ واي يساوي انترسبت بلس اور ماينس سلوب في ال شنو في الاكس. خلينا نشوف هذه المعادله طابق معادله الخط المستقيم. سي تي مثل الواي شباب ويا مبقش يا حبابي. السي تي هو الواي، التايم هو الاكس، السي زيرو هو الانترسبت نقطة التقاطع، تقاطع الخط مع الواي. كل شيء امام الاكس اكسس هو السلوب. اذا السلوب مال هذا الخط هو ماينس كي. معادلة الخط المستقيم تحكمها اثنين، الانترسبت والسلوب. إذا عرفت بين الاثنين راح تعدد معادلة الخط المستقيم. إذا علاقة التركيز مع التايم هي علاقة خطية بالزيرو أوردر، لكن الريت ايش بيه؟ ثابت. نزول المي هو إذا ينزل بشكل خطي لينير أقدر أتوقعه. أوكي شباب؟ هذه مواصفات الزيرو أوردر. زين هاي المعادلة إذا سويناها ريال ريجمنت وضينا ناقص كي زيرو تي إلى هذا إلى اليسار وجبنا سي تي إلى اليمين سي زيرو ماينس سي تي التايم شي يساوي سي زيرو ماينس سي تي على كي. هنا شباب حتى أحسب الهالف لايف فور دراج ديجريديشن فولو زيرو أوردر شنو عرفنا الهالف لايف؟ رياضيا شلون احول اقول هذا اذا كان الهالف لايف سي زيرو ثابت الاسبرين 100 ملغ سي تي شنو نحول نصف سي زيرو نصف سي زيرو على كي واحد ناقص النصف ايش قد يصير؟ نص. اذا هنا اشتقينا الهالف لايف للزيرو اوردر. شوفوا شباب هالف لايف يساوي سي زيرو ماينس نصف سي زيرو على كي ويساوي نصف سي زيرو على كي. بعض الكتب تكتب 0.5 بعض الكتب تكتب سي زيرو على 2 كي. النتيجة واحدة. هذا الهالف لايف. نفس الشيء نطبق على الشيلف لايف. الشيلف لايف قلنا هو التايم اللي تحول به سي إلى 0.9 سي. فش أقول سي زيرو ناقص 0.9 سي زيرو على كي إذا الشيلف لايف يساوي 0.1 C0 على K 0.1 C0 على K. هسه شوفوا شباب دين سوي احنا دنريد نحدد شنو معالم ومقومات وقوانين اللي تحكم طريق الزيرو اوردر لو كان الادراج ما يمشي بهذا الطريق. دين نحدد معالم الطريق عن طريق جسر مدينة الطب. تقول شنو اللي تأثر عليه شنو اللي ما يأثر عليه. زين اليوم اكو اجتماع بالوزاره راح يوقف الطريق. فهذه العوامل كلها انا دا اثبتها. اذا تعرفنا على الريت اكويشن مالته ورسمناه بعدين تعرفنا طلعنا المعادله الزيرو اوردر بدلاله الكونسنتريشن سي تي يساوي سي زيرو ماينس كي. هذا لازم تحفظوها. بعدين طلعنا الهالف لايف والشيلف لايف. بعد بقت ميزه واحده لنكمل صورة الزيرو أوردر اللي هو كاينتيك هو الريت كونستانت. وحدات الريت كونستانت واحدة من المميزات. بعض الأحيان أجيب لك سؤال ما أقول لك هذا زيرو أوردر فيرست أوردر أعطيك قيمة الكي والوحدة مالته أنت من الوحدة تعرف هو زيرو أوردر. شنو وحدات الزيرو أوردر؟ كي زيرو يساوي ناقصا دي سي على دي تي او قلنا ناقص دي سي على دي تي يساوي كي زيرو وتمام. السي هو الكونسنتريشن شنو التركيز مالته الوحدات مالته مولاريتي على الاغلب مول بير ليتر
مو تمام؟ هذا المولاريتي والتايم اي وحده وقت نبني من السكند مينيت اورز ويك هير نوصل المهم اي وحده وقت فشي يصير عندي مول على لتر على سكند او مول على لتر في سكند او مول في لتر ماينس 1 سكند ماينس 2 اوكي من اشوف هاي الوحده مع الريت كونستنت اقول هذا فولو زيرو ارض اذا اليوم توضحت وحدة من الباثوي اللي ممكن يروح بيه الدراب بالتحطم مالته هو الزيرو اوردر تعرفنا على مواصفاته وشنو القوانين اللي تحكمها وهيك راح نشتغل شباب ناخذ بعد مكان الفيرست والسكند نتعرف على القوانين فانت من تعرف الدراب هو فلو زيرو اوردر راح تطبق عليه قوانين زيرو اوردر حتى شو تسوي حتى تستنبط حتى تتوقع حتى تطلع نتائج اكو سؤال شباب هسه انتوا توحدتوا